بتاريخ الأمس في إطار عملية مشتركة بين المصلحة الولائية الشرطة القضائية، كذلك المصلحة الولائية الاستعلامات العامة في إطار مراقبة الوحدات السياحية على مستوى الشريط الساحلي. تمت مراقبة مؤسسة فندقية، تم الوقوف على مجموعة ديال المخالفات ومجموعة ديال الأفعال اللي كتشكل أفعال مخالف معاقب عليها قانونيا، سواء ما يتعلق بالمس بسلامة وصحة المواطنين من خلال ضبط وحجز مجموعة ديال الخمور المهربة اللي ما تخضعش للمعايير تاع السلامة والصحة، كذلك تم ضبط وحجز مجموعة ديال ليفينيات فيسكال المزيفة باسم شركات اللي كتنتج المواد الكحولية أو كتعمل على الاستيراد ديالها، كذلك تم الوقوف على مجموعة من المعاينات بالمرافق ديال هذه المؤسسة الفندقية اللي ما كتحترمش شروط الصحة والسلامة اللي مفروض تكون في المؤسسات الفندقية والمطاعم المصنفة. في نفس الإطار وبمناسبة فرض احترام قانون الطوارئ الصحية، تم الوقوف على مجموعة من المخالفات، كذلك مجموعة من المخالفات اللي عندها علاقة بالتقنين والإقامة الأجانب بالمغرب. في هذا الصدد تم حجز مجموعة ديال الخمور المهربة، كذلك مجموعة ديال ليفينيات فيسكال، تم ضبط وإيقاف أربعة ديال الأشخاص من جنسية جزائرية اللي كانوا كيقيموا بنفس المؤسسة الفندقية بطريقة غير قانونية واللي كانوا في وضعية غير قانونية إزاء الضوابط ديال الإقامة ديال الأجانب التراب الوطني. كل ما تم ضبطه ومعاينته وحجزه ومخالف القانون الجنائي تم إشعار النيابة العامة به. السيد وكيل الملك عطى التعليمات ديالو من أجل وضع مسير المؤسسة الفندقية تحت تدابير الحراسة النظرية. أبحاث والتحريات تبقى متواصلة من أجل ضبط كل متورط في هذا الفعل الجرمي. كذلك تم التنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير مباشرة بعد حجز هذه المواد المهربة من خلال المعاينات اللي باشروها الأعوان ديال المصلحة السالفة الذكر. تم التأكيد بما لا يدع الشك أن هذه المشروبات الكحولية مهربة وممسوكة بطريقة غير قانونية. تمت مباشرة الإجراءات الواجبة في هذا الصدد من قبل الإدارة المعنية. هذه العملية كتدخل في إطار مجموعة ديال العمليات اللي كتباشرها المصالح الأمنية من أجل فرض احترام القانون، سواء المتعلق بتنظيم المؤسسات السياحية أو المتعلق باحترام الطوارئ الصحية، وكذلك ضبط أي مخالفة عندها علاقة بقانون التقنين أو تنظيم المؤسسات السياحية. هذه العمليات الأمنية غتبقى متواصلة سواء منطقة عين دياب أو على صعيد الدار البيضاء ككل من أجل ضبط كل مخالفة وكل أعمال من شأنها مخالفة القانون الجنائي، سواء المؤسسات الفندقية، المطاعم المصنفة وجميع الوحدات اللي كتقدم خدمات من شأنها المس في حالة عدم احترام من شأنها المس بصحة وسلامة المواطنين. الاسم والصفة.